اليوم نحب نتعرف كيف نضيف فيديو من جوجل فيديو. عند الضغط على أيقونة جوجل فيديو هذا اللي بجانب اليوتيوب راح يطلع لنا رسالة من الأيقونة يقول راح يكون الكود بآخر الرابط مثلا 0 و8 وإلى الأخير. نشوف الآن. أنا جهزت فيلم الأفوكادو. الجميل في جوجل فيديو أنه يجيب لك فيلم كامل مش مثل اليوتيوب مقسم على 10 دقائق، بل الفيلم كامل ونشوف أنه هنا 1 ساعة و48 دقيقة. لذلك نجي على الرابط جوجل فيديو ونظل هذا كامل إلى حد السالب، يعني إلى ما بعد اليساوي. نضغط هذا كوبي ونجي على المنتدى ونضغط على جوجل فيديو، نختار لصق، نعمل أوكي. شوف ونشوف الآن الاستعراض وكيف راح يطلع. نشوف أنه يطلع لنا الآن جوجل فيديو وحيطلع لنا الفيلم كامل بهذا الشكل.